مرحبا وتحية طيبة لكل المشاهدين. يوم جديد، إطلال جديدة، دايما من ولا أطيب. وأكيد اليوم أطباقنا حتكون مميزة، وضيفتنا اختصاص التغذية سينتيا الأشقر. أهلا وسهلا فيك سينتيا. موضوعنا كتير مهم اليوم، رح نحكي عن الحوامل وأكيد الأطباق اللي فيها كالسيوم. بس نحن بنبلش نحكي ونتناول الحديث معك، رح نشوف المكون الطبق الأول. أكيد المشاهدين كمان حابين يعرفوا شو هو الطبق الأول. أوكي، خلينا نشوف مكونات سلطة الموتزاريلا الإيطالية. 150 جرام جبنة موتزاريلا الطازجة، 200 جرام بندورة حمراء، 100 جرام باستا فارفالي، 150 جرام صلصة بندورة، 50 جرام حبق، 20 جرام صنوبر، 30 جرام زيت زيتون، 20 جرام جبنة بارميزان، 100 جرام أفوكا، 50 جرام ذرة صفراء، ملح حسب الرغبة، وفلفل حسب الرغبة. لكن سيتي مثل ما شفتي هذا الطبق كثير شهي وكثير طيب، وبنفس الوقت يعني فينا نستعمله نحن كطبق سلطه، ممكن ناكله كمان كطبق رئيسي. يعني اليوم نحن عندنا باستة الفرفلي اللي سلقناها طبعا مي مغليه مع نتفه ملح ونتفه زيت وصفيناها وحطينا شويه زيت وصار جاهزه كمان تنظيفها مع السلطه، بما انه هالطبق اليوم ايطالي. وكمان هالجبنه الموتزاريلا اللي مليئه بالكالسيوم سينتيا، اللي موجود عندنا موتزاريلا الفريش اللي موجوده بالماركت، شكلها كثير طيب وحتى شكلها شهي، بنحس فيها انه الكالسيوم بشكل مش طبيعي فيها كثير. يعني هو لانه قد ما انها بيضه بتحس انه غنيه بالكالسيوم. هو مزبوط، شاف الكالسيوم موجود بالجبنه باللبنه وبالحليب، خاصه انه المراه الحامل بحاجه انه تاخذ كالسيوم. أوكي. اول شيء لانه كرمال الجنين تا ينمى ويصير عنده عظم قوي، وهي كرمال تما تتعرض لترقق العظم لبعدين، لانه بتكون عم تعطي من حاجات هالجنين من ورا هي شو مجمعه يعني من جسمها، فحتى لي تعود هيدا الشيء مضطره تاخذ كل يوم حليب او جبنه او لبنه. بس الكالسيوم بينوجد اكثر شيء بالحليب، يعني إذا فيها تتناول كوبين من الحليب بالنهار ويكونوا كمان بلا دسم، هيدا شيء كتير كتير كمان مهم، لأنه المرأة الحامل ما لازم تنصح خلال أول فترة من الحمل، هي بتنصح شاف آخر 3 شهور، لأنه الجنين بيكبر وبيزيد وزنه وبيزيد وزن البلاسنتا والمي. من هون المرأة الحامل بخلال حملها بتاخد بين 7 إلى 10 كيلو، ماكسيموم 12 كيلو، فتقدر بس تولد تقدر تخسر الوزن يلي اخذته خلال مزبوط الحمل. نحن وقتها بتكون المرأة الحامل كثير في ببدايه الشهر الاول او الشهور الاولى بنشوف المرأة الحامل صارت صحتها كثير، مع انه هي غلط، لازم يكون لها اوزان معين. لانه بتقاليدنا نحن بنقلها للمرأة الحامل انت عم تاكلي عن 2، وهذا شيء كثير غلط، لانه الولد بياخذ الغذاء من الدم. بقى المرأة الحامل لازم يكون اكلها عادي مثل كأن إنسانة عادية، بس أوكي. بتحرق 300 سعرات حرارية أكثر من الإنسان الطبيعي، فمش هيك ما فيها تاكل كتير، لأنه بصير كتير صعب تخسر الدهون، خاصة الدهون يلي بتقعد على منطقة البطن يلي منشوفها كتير عند النساء يلي بتولد. من بعد ما تولد عندها صعوبة كتير تشيل بطنها من وراء الولادة، من بعد الولادة، لأنه بتكون زادت وزن كتير. حلو كتير. هلا سينتا، في يعني في كثير من الستات الحوامل ما بيحبوا ياكلوا مثلا يشربوا حليب او ياكلوا جبنه، شو العمل؟ في شيء بديل مثلا عن الكالسيوم او بده ياخذوا حبوب يصيروا مثلا؟ هلا دائما المرأة الحامل الطبيب بيعطيها الحبوب الفوليك اسيد وفيتامينات تاخذها، لانه الجنين بحاجه لهالفيتامينات حتى لينمى بشكل طبيعي. بما انه الفوليك اسيد موجود بالاكل بالخضره لونها اخضر غامق، ويمكن المرأة يمكن ما بتحب كل يوم تاكل منها، فبتاخدها عبر هالحبوب. اكيد اذا ما عم تاخد كالسيوم بكميات
منيحه بين 1000 و 1300 ملي جرام بالنهار. الطبيب بيوصف لها الفيتامينات المعينه اللي نحن سيدي هون البندوره الحمراء اللي جبناها قطعناها الى شرحات تنعملها الصحن الحلو، وخاصه كمان الست الحامل فيها تتسلى فيها يعني تعمل هيك صحن شاهي مثل ما عملنا اليوم. الموتزاريلا قطعناها لشرحات، البندوره والافوكا قشرناها كمان. ملاحظه دائما على الافوكا حطوا شويه مي مع عصره حامض تما تسود معكم هيك بتضل لونها خضراء. ونحن هون في عندنا صلصه البندوره طبعا بصل وثوم وشويه حبق مع بندورة مطحونة. ضفنا نحن الباستا وعم نعملها تقريبا تسخين خفيف لأنه سلطة ما بدنا كتير إياها سخنة. هون مثل ما شفت الباستا شكلها حلو الكفالي فبتتناسق كتير مع هالطبق الحلو. وأكيد هون نحن بدنا نصف ألوان يعني مثل فيك تقولي عالم إيطاليا نفس الوقت. إيه هي الألوان الغنية بالألياف، كمان المرأة الحامل بحاجة للألياف أوكي. لأنه وقتها بتتقل ببطل عندها جلد إنها تمشي، مع إنه لازم تمشي ولازم تسبح خلال حمالها لتسهل عملية الولادة كرمالتها ما تعمل امساك أو يصير عندها مشاكل بالمصارين. المرأة الحامل بحاجة إنها تاخد الألياف الموجودة بالفواكه والخضرة على أنواعها، وكمان موجودة بالنشويات السمرة مثل الخبز الأسمر، الرز الأسمر، الباستا السمرة. شاف اليوم أنت عملنا باستا بيضة، للمحبز إنها تكون باستا سمرة تأكيد تساعد على عمل الهضم وتاخد الألياف تساعد مصارينا تشتغل بشكل طبيعي. عظيم عظيم. هون نحن كمان رح نعطي اليوم صوص حبق مع هالصحن الطيب. الحبق رح نكون مع الصنوبر ونحط له شوية زيت زيتون تيعطي هالنكهة الطيبة الشهية. هون أكيد نحن عم نصف تدريجيا بالتسلسل أفوكا، بندورة، موتزاريلا. موتزاريلا أكيد اليوم موجودة بالأسواق، في عنا ماركة محلية وفي أجنبية. المحلية هي أرخص ونفس مثل ما بقولوا نفس الطعم يعني طيب كتير وسعر أرخص من هاي، فالأفضل إذا ما نجيب الماركة المحلية أفضل من غيرها. هلأ كمان شاف أنا كنت بحبز تحط شوية حبوب إذا بدك بالسلطة. نعم. لأنه المرأة الحامل كمان بحاجة لحديد حتى لي ما يصير عندها فقر دم، لأنه منعرف أنه خلال ولادة بتخسر كتير دم. نعم. فمش هيك المرأة الحامل خلال حبلها لازم يكون أكلها غني بالحديد يلي منلاقيه باللحم الحمراء أوكي. والحبوب على أنواعها، والخضرة اللونة أخضر غامق يلي بنعصر عليها شوية حامض تنسرع عملية امتصاص الحديد بالجسم. عظيم. هون لكن نحن مثل ما شفتي سينتيا صفينا الجبنة والبندورة والأفوكا، ورح نضيف الباستا بوسط الصحن. والباستا لازم تكون ما تكون كتير سخنة، تقريباً وسط. هون رح نضيفها بوسط الصحن هالباستا الطيبة مع الصلصة، البندورة الجاهزة، بندورة مع بصل وثوم، نتفت حبق ملح وبهار بصير عندنا صلصة بندورة جاهزة. فينا كمان إذا حدا بيحب الحر يحط الحر على ذوقه. هلا شاف المرأة الحامل لازم تنتبه خلال حملها. نعم. انه بالمطاعم الفواكه والخضره ما بتتعقم بشكل مزبوط فبتوطى مناعتها بتعمل فحص. هون الحكيم بصير يقول لها ما بقى تاكلي برات البيت خضره وفواكه لانه بتوطى مناعتها، مما بياثر اكيد على نمو الجنين. مشان هيك كمان لازم هي تنتبه على انواع الاكل اللي عم تاكلها برا، ما تاكل اشياء نيه، لحومات نيه، لانه اذا تسممت هذا بيعرض الجنين لخطر. كمان بدنا تنتبه على نوعية الأكل، تبتعد عن التدخين، تبتعد عن الكحول، لأنه هودي كمان بيعملوا إذا بدك تشوهات للجنين. هون نحن سينتيا رح نحط الحبق الأخضر، رح نضيف كمان زيت زيتون. أنا بديها شوي صلصة رخوة يعني ما تكون سميكة كتير. بعدين رح نضيف بارميزون أو جبنة البارميزون. وهون كمان احنا رح نستعمل الهاند بلندر. طحنة سريعة، صار عندنا زيت الزيتون مع الحبق. وهون رح نصلص على مدار الصحن. بدل السكريات شاف يلي المرأة الحامل مش مفروض تاخدها، السكريات سريعة مثل السكر الأبيض والحلو هيك، فيها تاخد حبتين فواكه أوكي. حبتين لثلاث حبات فواكه لأنه فيها فيتامينات، لأنه إذا أخذت سكريات ودهون مشبعة هيدا الشيء رح يجمع بجسمها والولد رح يمتص السكر بالدم. يعني بس يخلق الولد رح يصير عنده شهية للمأكولات اللي فيها سكر أكتر، وفيها هي خلال حملها تتعرض لمشاكل سكري. حلو. في
في ضل معه بعد الولادة وفي روح، فمش هيك خلال الحبل المهم انه ما تاخد وزن كتير تا ما تعرض حالها لمشاكل صحية. عظيم. نحن سيتيا هون اي نوع ست البيت بتحب تزين الصحن بعشبة خضراء واكيد نتفة بارميزون على الباستا على الخفيف، يعني اليوم كله كالسيوم، هذا بارميزون وجبنة موتزاريلا مع هالصلصة الطيبة اللي عملناها، فعلا صحن شهي. نحن ضفنا الذرة الصفرة كمان مع السنوبر كمان اللي هو كله غذاء للمرأة الحامل، واكيد نحن بهالوقت رح نروح لفاصل مشاهدينا ونرجع معكم. انتوا ورانا. ومن بعد البريك مشاهدينا وطبعا مع ضيفتنا اليوم اختصاصي التغذية سينتيا الأشقر، كمان أهلا وسهلا فيك سينتيا. مرسي شاك. عجبك الطبق؟ يعني اليوم أنت كمان معزومة عنا على الغداء. مرسي. وكمان في عنا طبق تاني غير شكل. مبدئيا نحن بدنا نضيف شيء على اليوم للحوامي، نعطيه نصايح. بنفضل انه الحوامي ما ياخذوا السكر الاصطناعي لانه دراسات بينت انه بيعمل ضرر على الجنين. فاذا بدهم سكر ياخذوا بكميات كثير قليله السكر وزيوت المشبع او الدهون. أوكي. ياكلوا باعتدال 6 ل 10 حصص من النشويات، يكثروا الكالسيوم الحليب والجبنه واللبنه، يتناولوا اكيد البروتينات، يعني يكون صحنهم مشكل، يكون في الياف بالسلطات، وما ياخذوا كثير وزن لانه اكيد من بعد الولاده عندهم وزن لازم يخسروه. يعني المشي والنوم كثير منيح للمراه الحامل، فينا نقول المشي كثير منيح اكيد بيسهل الولاده، سباحه، رياحه، يعني ما لازم تعمل ستريس لانه هذا كمان شيء بياثر على الجنين. حتى بعد الولاده محبز انه فتره الرضاعه تكون بين 6 شهور للسنه، وكتير ضروري انه ترضي حتى الجنين يكون عنده مناعة منيحة وقوية، ولازم يكون اكله كمان منتظم. هلا اكيد هي بتحرق 300 سعرات حرارية اكثر من الانسان طبيعي، بس هيدا ما بيدل انه فيها تلقمش وتاكل، لانه بترجع بتكبر معدتها وبترجع بتنصح وبصير عندها كثير صعوبه انها ترجع للوزن يلي كانت عليه قبل الحمل. يعني بعد الولاده بتنصحيها ترجع تعمل سبور وتخفف دعم الدايت ولفتره ترجع على الدايت طبيعي، بس انتبه كمان على الاكل لانه خلال الرضاعه الاكل اللي عم تاكله عم ينتقل على الحليب يلي عم يتناوله الجنين، مشان هيك كمان ما لازم تاخذ السكر الاصطناعي اذا كانت عم بترضع. اكيد يا سينتيا وراء كل رجل عظيم امراه، وتحيه لكل امراه حامل لانه فعلا منا هينه، يعني فعلا مشغله منا ابدا سهله بالحياه تبع امراه توضع جنين او ولد بالعلاقات الحيه. نحن بدنا نشكرك سينتيا ورح ننتقل كمان هلا على فقره من ارضنا حتى نتعرف عن الريحان او الحبق. الريحان وهو نبات عطري ينتج زيت شهير، وله أوراق خضراء تستعمل إما خضراء أو جافة. يطلق على الريحان لقب ملك الأعشاب، فهو إحدى أقدم الأعشاب الشعبية المعروفة والغنية بالفوائد الصحية والعلاجية. والجدير بالذكر أيضاً أنه يستخدم في تصنيع العطور والصابون لكونه يتمتع برائحة قوية. أوراق الريحان مصدر ممتاز للحديد ومطهر للأمعاء ونزلات البرد. تضاف أوراق الريحان إلى العديد من وصفات الطبخ والصلصات والسلطات. يحفظ أخضر في الثلاجة أو يابساً في أوعية محكمة الإغلاق. اهلا وسهلا فيك شيف فادي، انت ضيفنا اليوم بهالحلقه الحلوه، واكيد اليوم رح يكون في عنا طبق من الدجاج مع صلصه عصير البرتقال. صح. كيفك شيف فادي؟ كتر خير الله. يعني نحن بتعرف بالفقره الاولى بيكون عنا دايتيشن وبالفقره الثانيه بيكون عنا دائما ضيف، وانت اليوم ضيفنا واكيد في عنا طبق سهل وسريع، وست البيت بهمها تكون اهم شيء كثير بتصلوا فينا، بدنا شيء طيب نحن عم ناكل دجاج لحم، اهم شيء انه ايزي سريع وخفيف، يعني عظيم سهل التحضير جدا، يعني بالضبط. نحن رح نشوف مكونات ونرجع معك فادي. اوكي. مكونات دجاج بصلصة ليمون، 250 جرام صدر دجاج، 200 جرام عصير برتقال، 100 جرام مرقة الدجاج، 50 جرام زبدة، 50 جرام زيت زيتون، 50 جرام بروكولي، 50 جرام كوسة، 50 جرام أصابع الذرة،
50 جرام جزر، 50 جرام لوبيا، أوريغانو رشي، سكر رشي، إكليل الجبل للزينة، عود قرفة عدد واحد، ملح حسب رغبة، وفلفل حسب الرغبة. شيف فادي أكيد هالطبق رح يكون مميز جدا، وخاصة مع تشكيلة من الخضار وصلصة البرتقال اللي بتعطي دايما نكهة طيبة كتير. هلا نحن فينا نعملها بالبط 100% كنار، صدر البط، صدر البط او الماجريتو كنار، صح. بس انه مبدئيا البط غالي كثير، فنحن على مدار السنه موجود قليل وجوده عاده بالسوبر ماركت، يعني موجود غالي كثير، يعني مبدئيا نحن ناكله مره بالسنه. نعم. وهذيك السنه كل سنه على مدار السنه ناكل دجاج، اكيد مش افضل؟ 100% يلا شفادي الساحه لك. هو هون رح نتحمس زيت، نحن بحاجه للمقلتين لانه نحن دجاج سلقنا الخضره، عندنا الكوسه والجزر والبيبي كورن اللي هي اصابع الذره، البيبي كورن موجوده طبعا بالماركت، في منها مفرز وفي منها معلب شكله كثير حلو. نعم. وفي كمان استعمل سويت كورن اللي هن الحبوب، راح اخذ الدجاج وزيحه بالطريقه بس كرمال الاستوى الاسرع مع جلده، هو دائما يفضل مع جلده، مع جلده اطيب، اوكي بتعطي هالقرشه طيبه، صح، ألز بالنكهه مع انه شوي مضره الجلده. وهيدا الملقطه شفادي سرتك تقلب الدجاج، كمان طبق سهل وسريع، وهيك في حادثة البيت عند عزيمة بدها تعمل نهار أحد شيء مميز بصلصة البرتقال، صلصة البرتقال، البرتقال موجود بكثرة، فطريقة سريعة اليوم تتعلم صلصة البيت. أوكي. عزيمة. رح ناخذ الخضرة لنبلش نشتغل أوكي. فيها نعملها. أنا هون حميت لك. نصفها بشوية زبدة كمان. يلا أنا كمان رح ساعدك شفادي، رح نضيف الزبدة. تنعمل سوتيه يعني خضره. نعم. سوتيه. نعم 100%. هلا فينا نقول نحن هيدي زبده لايت، لو كانت هون سينتيا كنا لا بلا زبده مثلا. اكيد منيح. هلا غير شايفه سينتيا في المطبخ هلا عم نتناول اليوم، عندها معزومه على الغداء معنا. اوكي لو شافت الزبده بتعمل لنا قصه. راح نحط البيبي كول. اوكي ونحط الجزر اللي هو كمان مسلوق قبل. قرشه الكوسه كثير طيبه ونكهتها اطيب ومغذيه اكثر، يعني اذا سلقناها بالمي راح الفوائد تبعيتها كلها بقلب المي. حلو. صرنا عم ناكل يعني هيدي كوسه نيه، صح 100%، بس نحن البيبي كورن مسلوق. نعم. اللوبي مسلوقه. نعم. والجزر كمان عم نعطيها نكهه الزبده بس شوي صغيره. هلا نحن بس تخلص من الدجاج المقليه هي الزيتها رح نعمل بقلب الصلصه حتى تاخذ الخواص طبعا، صح، ناخذ خواص الدجاج بالاضافه يعني. لعصير مرقه الدجاج كمان اللي نحن مجهزينها. عظيم. هون لكن البروكولي كمان رح نضيفه مع الخضار. نعم. تشكيله حلوه اليوم من انواع الخضار مشاهدينا، تقريبا عندنا اكثر من 6 انواع او 5 انواع فينا نقول، مع طبق الدجاج بصلصه البرتقال. انا ما كثر زبده، بدي اعزبك شيف ملح وبهار اسود. يلا هون، وانا عم ضيف رشه الاوريغانو عليهم، اوريغانو او الزعتر البري. هون كمان دائما نملح الاكل مزبوط حتى نحن عم ناكل نحس بالطعم المزبوط. وهيدا المقعد. هون كمان عم نقلب الدجاج صوتي. يا سلام ريحه حلوه. نعم. تطلع الزبده بتعطي طعم طيب كثير كثير بالاكل يعني. اكيد اكيد الزبده كثير طعمتها طيبه، بس للاسف انها بتضر كثير. هلا واحد يعني ياكل زبده ويروح يتمشي شوي مثلا يعمل سبورت بحرك دمه شوي، وقد ما في كثر من شرب المي. انت قد بتشرب بالنهار؟ ما انا بشرب 2 لتر مي بالنهار. انا مفروض انا بشرب 4 لتر ونص، كل واحد حسب حجمه. ايه طب ما في فرق كثير يعني، قد ايه في فرق؟ 100 كيلو يا خيي. لا بس ما بينحكى فيهم. هون لكن صار عندنا الخضره مشاهدينا جاهزه، والدجاج طبعا حتى يسخن. هلا الخضره بدنا نطفي عليها شيف حتى ما نحرقها. يلا الصحن كمان جاهز، صحن الشفادي. يلا عندنا صحن السكب هون، الخضره عظيم. هون نحن بحاجه بعد عندنا عود قرفة وسكر. نعم هون هودي للصلصة. أوكي. صلصة الأورانج رح نشكب لكين الخضار. فيني أعزبك بملقط نضيف. يلا هيدا ملقط
تفضل شيف فادي، هذا للخضار. نحن ما ملحنا وبهرنا بعض الدجاج. لا بعض. بدنا الملح ونبهره. بدنا الملح ونبهره، يلا. هيدا الفلفل الأسود. وهون. كمان حتى نعطي نكهة طيبة. من الجهة الثانية. طبعا الزيت على النار بيعطي حماوة مثرية. هون ملحنا وبهرنا. يا سلام. عظيم. بحط الخضرة بتشهي يا شيخ. بحط الخضرة بتشهي. الخضرة بتشهي. مع الزبدة. عظيم. هون لكن نحن الدجاج صار هلا نحن شبه جاهز. نعمل شغلة انه اوكي. رح نضيف مية عصير الأورانج عليها. أكيد شيء طبيعي. ولا يا فادي ولا. شيء طبيعي يصير هيدا. طبيعي الزيت مع اللعان. بس يتلمس عليه المي. يتلمس عليه المي بيعطيه أكسجين. اوكي. وعندنا هون رشة سكر. السكر بيساعد على تماسك. تماسك تبع الصلصة. الصلصة. وعندنا عود قرفة. ومرقة الدجاج. مرقة الدجاج بس لحتى تخف هيدي شوي صغيرة. تصير شديدة شوي صغيرة. عظيم. نحن بهالوقت شيف فادي بما انه الدجاج هلا خليني اغلي مزبوط مع مرقة، رح نروح لفاصل الي صغير ونعود معكم. اوكي. ومن بعد الفاصل مشاهدينا ومع ضيفنا الشيف فادي كرم كمان نرحب بك مجددا. شيف فادي صارت عنا الدجاج. يلا يا سلام. ريحتها ولا اطيب يعني. يا سلام. طريقه كثير سهله مشاهدينا مع عود القرفه واكيد عصير ليمون ورشه سكر والملح والفلفل. هون طالع كمان حتى الدجاج مع الاسيد، لانه يعني الليمون فيه اسيد صح بيطري الدجاج. مين الخضار تشكيله من الخضار. يا سلام الطريقه هيدي. بدي اعزبك ملعقه لنحط لها الصلصه تبعيتها. يلا هيدي ملعقه واكيد رح نزين نحن بعود القرفه. الشيف شوف الدجاج شو طالع جوسي. طلع مرق. بدنا ناشفه لانه مرات ناكل دجاج بكون ناشف كثير طالع طريه، فبنصحكم تجربوها وتتلذذوا بنكهه البرتقال مع الدجاج. يا سلام. اوكي. عظيم. وهو لو بدنا فينا نزين فيهم كمان شيف فادي. اوكي. يعطوا. عظيم. وهذا الطبق صار جاهز، ما اخذ معنا وقت كثير. طريقه كثير سهله مثل ما شفتوا مشاهدينا حتى تلذذوا بدجاج بنكهه البرتقال. شيف هادي نحن اول شيء بنتشكرك وبنلحق حلقه بعد ما تسافر. ان شاء الله ان شاء الله خير. ان شاء الله بنلحق بعد حلقه ما تسافر. نحن انا صراحه ميرسي كثير على ثقتك فيي واستضافتك استضافتي لك استضافتك لي بالبرنامج تبعونك، وهذا شرف كبير لي. خلينا اياك شيف فادي وانا بدي اتشكر وبقول لك ما بالتوفيق الدايم. وحلقتنا لليوم خلصت مشاهدينا، الى اللقاء والى الغد. باي باي.